فاحنا بداية الكلام هي السلام. الجروبز، جروب العيلة، جروب الصحاب، الجروبات الغريبة اللي من بره، كل واحد بيبقى عايز يثبت وجوده في الجروب، يوم مألف تأليفة كده ويرميها على الجروب. اللي يغسل سنانه بكربوناته، واللي يحط حاجات غريبة على الوش وعلى الجلد ويبدأ بقى يتعامل بيها. والحاجات دي ممكن تؤدي لأخطاء كبيرة جدا. من أكتر الأخطاء الشائعة هي محاولاتنا المستميتة لتبييض الأسنان في البيت. عايز أقول لكم إن كل الوصفات اللي أنتوا سمعتوا عنها هتدمر أسنانكم. كل اللي عليكم إن أنتوا تروحوا لدكتور متخصص في تجميل الأسنان، هيختار لنا الحل المثالي. في بعض الحالات كل اللي بتحتاجه إزالة جير وتلميع خفيف. في بعض الحالات التانية بتحتاج تبييض ضوئي أو ليزر. وفي حالات ما ينفعش التبييض أصلاً. الحالة دي ممكن تكون محتاجة فينير. علشان كده أول خطوة عشان نحصل على أسنان بيضة وجميلة هو التوجه للمتخصص. من الأخطاء الشائعة إن إحنا مش عارفين مسؤوليات الطبيب من المريض. لازم عارفين إن في حاجة اسمها عقد الممارسة الطبية. عقد الممارسة الطبية ما بين الطبيب والمريض ينص على الآتي: الطبيب عليه ثلاث مسؤوليات. يوم الاستشارة الطبية يبقى knowledge provider، مقدم للمعلومة فقط لا غير، بصدق وبأمان. يوم الإجراء مسؤول عن سلامة مريضه، مسؤولية كاملة بعد مشيئة الخالق سبحانه وتعالى، إنه يعملوا عملية تبعا للمعايير الدولية، وتحت كلمة معايير الدولية دي 15 خط. بعد العملية تتوطد علاقة الطبيب والمريض مدى الحياة. علاقة المريض أو مسؤولية المريض بتبتدي بعد ما الطبيب يقول له حمد لله على السلامة، وهي اتباع التعليمات. فلازم تبقى عارف العملية اللي تنفع لك ممكن ما تنفعش لغيرك، والعملية اللي تنفع لغيرك ممكن ما تنفع لكش. مش كل عمليات جراحة السنة هي التكميم. الجراح المحترف لازم يبقى في جيبه على الأقل 12 عملية مختلفة عشان يفصل العملية على أحوال المريض اللي قدامه وظروفه. نصيحتي ليك زيارة طبيب مختص محترف بما فيه كفاية عشان يقدر ان هو يختار لك العملية المظبوطة اللي تنفع لحالتك. بلاش نمشي وراء أي حد. معرفة خير من العلاج. من فضلك أي حد عايز يعمل أي حاجة تخص صحته لازم يسأل حد متخصص. مش عيب. بدينا بالسلام، هنيني بالسلام. سلام عليكم.